السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الغاليين، ولسه مع بعض مكملين في مراجعة النحو. والنهاردة معادنا مع الدرس الثالث، اعمال صيغة المبالغة. اعمال صيغة المبالغة، نسمي الله ونتوكل على الله. نبدأ في الدرس. عندي درس كده اسمه اعمال صيغة المبالغة. يعني ايه يا استاذ صيغة المبالغة دي؟ حضرتك صيغة المبالغة دي بمنتهى البساطة كلمة علم دي وعليم. علم دي فعل، أما عليم على وزن فعيل صيغة مبالغة. علم دي بتدل على حدوث الفعل مرة واحدة، أما عليم على وزن فعيل تدل على إيه؟ أيوة، كثرة العلم، كثرة الايه؟ العلم. اذا صيغة المبالغة بتدل معانا على كثرة حدوث الفعل. صيغة المبالغة ليها خمس اوزان، يلا مع بعض نحفظهم. ها؟ فعال، مفعال، يبقى الوزن الاول فعال، الوزن الثاني مفعال، الوزن الثالث فاعول، الوزن الرابع فاعيل، الوزن الخامس فعل. فعال زي غفار، زي وهاب، زي رزاق، فتاح، نمام، غشاش. مفعال زي مقدام، محجام، مهذار. طيب فعول زي شكور، غفور، خجول، كسول. فعيل زي سميع، عليم، كريم، لئيم، على وزن ايه؟ فعيل. فعل زي حذر، فطن، يقظ، لبق. دي اوزان صيغة المبالغة الايه؟ الخمسة. من هم احفظوا معايا، ها، فعل، مفعل، فعول، فعيل، فاعل. ها، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل، فعل، مفعل، فعول، فاعل، فاعل، فعل، مفعل، فعول، فاعل، فاعل. خمس اوزان لصيغه الايه؟ المبالغه. لما نيجي نمسك اي فعل من دول وتبص كده مع بعض، هنلاقي ان صيغه المبالغه عندي هنا مشتقه من غفار، من الفعل ايه؟ غفر. كم حرف؟ ثلاثة. وهاب، وهبة. رزاق، رزقة، ثلاثي. طب شكور فعلها شكرة. غفور، غفرة. خجول، خجلة. كم حرف؟ ثلاثة، يبقى ثلاثي. فعيل زي سميع، سمع، عليم، علم، كريم، كرمة. الأفعال دي ثلاثية. حذر من حذرة، فطن من فطنة، يقظ من يقظة. أما وزن مفعال ده لما تيجي تبص عليه، وزن مفعال مقدام من الفعل إيه؟ أقدم. محجام من الفعل أحجم. ماشي؟ إذا الأفعال دي لما تبص عليها يبقى صيغة المبالغة أغلبها مشتق من فعل ثلاثي، لكن عندي هناك بعض الصيغ مشتقة من فعل ايه؟ رباعي. فعل مين؟ رباعي. زي مين؟ قلنا المقدام دي فعلها اقدم. كم حرف؟ اربعة. معطاء فعلها اعطى، رباعي. بشير، بشير من بشرة، مشدد للوسط. نذير من أنذر، رباعي. إذا دي بعض الأفعال اللي بيشتق منها صيغة مبالغة غير ثلاثية. مقدام اشتقت من الفعل أقدم، معطاء، أعطية، بشير من بشرة، نذير من أنذر. ديت أوزان صيغة المبالغة اللي انت عارفها قبل كده، مش جديده عليك. لكن الجديده عندنا بقى هنا النهارده حته اعمال صيغه المبالغه. تعالى بقى نشوفها مع بعض.
اعمال صيغه الايه؟ المبالغه. سؤال: ما المقصود بصيغه المبالغه العامله؟ اهو، ما المقصود باعمال صيغه المبالغه؟ المقصود باعمال صيغه المبالغه يعني ايه؟ اعمال صيغه المبالغه، ايه المقصود باعمال صيغه المبالغه؟ تعالى، يعني صيغه المبالغه دي بتعمل عمل الفعل، انه فعل المبني للمعلوم شبه اسم الفاعل، بتعامل مع صيغه المبالغه ان هي بتعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. طب يعني بتعمل ايه هنا؟ يعني بترفع فاعل وبتنصب مفعول، واحيانا ممكن تنصب مفعولين. طب سؤال: اي صيغه مبالغه عامله؟ لا، مش اي صيغه مبالغه عامله، صيغه المبالغه بتعمل بشروط. تعمل بايه؟ بشروط. ايه هي شروط اعمال صيغه المبالغه؟ على فكره بتعمل بنفس شروط اعمال اسم الفاعل، نفس الشروط اللي استخدمناها مع بعض في اسم الفاعل. طب ايه هي الشروط دي؟ تعالى اقولها لك. اول حاجة لو انت فاكر ان يكون محلى بأل. محلى بايه؟ بأل. يعني صيغة الأل محلى بأل، او بنسموها مقترنة بأل، يعني فيها الف وايه؟ ولام. مثال: الشكور نعم الله محبوب. صيغة المبالغة عندي هنا شكور على وزن فعول وفيها ألف ولام، يبقى دي مقترنة بأل، هتبقى عاملة. لو سألني عن سبب العمل أقول له مقترنة بالألف والإيه؟ واللام. الشكور نعم، الذي يشكر نعم الله، احنا اتفقنا قبل كده في اسم الفاعل لما يبقى فيه ألف ولام بنشيل ألف ولام نحط الذي ونحط بعدها الفعل من اسم الفعل، وممكن كمان نفس القاعدة نطبقها مع صيغة المبالغة، نحط الفعل من صيغة الايه؟ المبالغة. فهنا فعول يعني شكور، شكر هو نعم، يبقى نعم دي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. الفاعل عندي هنا هيبقى ايه؟ الفاعل عندي هنا ضمير مستتر تقديره كلمة هو. ده أول مثال، تعالى نشوفه مثال تاني. لما أقول لك كده: النمام لسانه بالشر مكروه. فين صيغة المبالغة عندي هنا؟ النمام، نمام على وزن فعال فيها ألف وإيه؟ ولام. نمام على وزن فعال مقترنة بأل، جميل. لما كانت مقترنة بأل هتبقى إيه؟ عاملة. لو سأل العمل سألني عليه أقول له مقترنة بالألف والإيه؟ واللام. لسانه ده المعمول بتاع صيغة الإيه؟ المبالغة. يتعرب إيه؟ من الذي ينم لسانه؟ من اللي ينم لسانه؟ يبقى أعربه إيه؟ أيوه سامعك، قول معايا. فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الضمة. مثال تالت، مثال تالت: السميع دعاء المظلوم هو الله. صيغة المبالغة عندي هنا ايوه سميع، قول معايا ايوه، في الف وايه؟ ولام. سميع على وزن فعيل مقترنة بأل، المقترنة بأل دي هيخليها تبقى ايه؟ عاملة. ايه اللي خلاها عاملة؟ مقترنة بالالف والايه؟ واللام. السميع دعاء، سمع هو دعاء، مين اللي سمع؟ الله. يبقى الدعاء دي هنا مفعول به منصوب. طيب ده لما يكون صيغة المبالغة مقترنة بايه؟ بالالف والايه؟ واللام. تعالى بقى لو كان صيغة المبالغة غير مقترنة بال، لو غير مقترنة بال
غير مقترنة بقال بتعمل بشروط. بتعمل بشروط. تعمل بثلاث شروط. اهو. تعمل بثلاث شروط. ايه هي الثلاث شروط؟ تعالى كده مع بعض ناخد بالنا منهم الثلاث شروط دول. اول شرط ان تدل على الحال يعني الحاضر، الحال يعني تحصل في الحاضر دلوقتي، او الاستقبال او زمن المستقبل. يبقى تدل على مين وعلى مين؟ على الحال والايه؟ والاستقبال. تاني شرط ان يكون او تكون صيغة المبالغة دي منونة، تكون ايه؟ منونة. تالت شرط ان يسبقها، يجي قبلها ايه؟ عيش معايا واحفظ. واحد نفي، اتنين يجي استفهام، تلاتة يجي قبلها نداء، أربعة يجي قبلها مبتدأ، خمسة يجي قبلها موصوف، ستة يجي قبلها صاحب الحال. أدي ست حالات يحلوا مكان ألف واللام. تحط مكان ألف واللام حرف من حروف النفي، أو تحط حرف من حروف الاستفهام، أو تحط حرف من حروف النداء، أو تحط قبلها مبتدأ أو موصوف أو صاحب الحال. تعالى بقى كده بالراحة نشوفوا اللي عايزين نعمله مع بعض ايه. اول حاجة مثلا اقول لحضرتك كده، ما حذر الرجل الشر، احريص العربي على الرقي، الله غفار الذنوب، يا أكولا المال الحرام اتق الله، رأيت طفلا ضحوكا وجهه، عاد الجندي مقداما قلبه. تعال بقى مع بعض نشوفه. بص لاحظ كده معايا، انا بقى بناول لك الكلمه عشان تاخد بالك معايا من الشرط. قلنا كام شرط؟ ثلاثه. منهم الثلاثه ها تدل على الحال والاستقبال. ما لاقيش كلمه زي كلمه مين؟ امس. كلمه زي كلمه امس ما تنفعش معايا. ليه ما تنفعش امس؟ امس ما تنفعش انها بتدل على زمن الماضي، وانا عايز الجمله تدل على الحال او الاستقبال. طيب الجزئيه الثانيه ان يكون منونه. التالتة هي قبلها حاجة من النفي والنداء والموصوف وصاحب الحال والمبتدأ والاستفهام. تعالى كده بالراحة واحدة واحدة نمسك كل جملة من دول. ما حذر الرجل الشر، صيغة المبالغة عندي حذر على وزن فعل، قبلها ما سبقها نفي، كمان في نفس الوقت منونة، ما عنديش كلمة هنا تدل على زمن الماضي، ما عنديش كلمة أمس أو أي كلمة تدل على زمن الماضي. يبقى صيغة المبالغة دي إيه؟ هتبقى هنا عاملة. سبع عملها ثلاثة، سبقت بنفي، منونة، تدل على الحال الاستقبال. طب مين اللي حذر؟ الرجل. يبقى الرجل ده فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. حذر مين؟ الشر. يبقى الشر مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه. طيب جمله ثانيه، احريص العربي على الرقي. تعال بص معايا هنا في الجمله دي كده، الجمله بتقول احريص،
عندي حريص دي صيغه مبالغه على وزن فعيل، قبلها ا ده حرف استفهام، يعني الهمزه دي كانها هل، الهمزه والاستفهام، الهمزه وهل حروف استفهام. وكمان منونه وما عنديش كلمه امس ولا عندي كلمه تدل على زمن الايه؟ الماضي. يبقى صيغه المبالغه دي عامله سبقها استفهام ومنونه ودلت على الحال والاستقبال. من اللي حريص؟ العربي ده المعمول، يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. مثال ثالث، الله غفار الذنوب. صيغه المبالغه عندي هنا غفار على وزن فعال، رائع. كمان قبلها لفظ الجلاله، اللفظ يتعرب ايه؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. صيغه المبالغه عندي جاء عليها ضمتين، يبقى تنوين، يبقى سبق مبتدا ومنونه، وما عنديش كلمه امس ما تدلش على زمن الماضي، تبقى عامله. مين اللي بيغفر؟ الله. غفر مين؟ الذنوب. يبقى الذنوب مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه. مثال رابع، يا اكولا المال الحرام اتق الله. صيغه المبالغه هنا اكول على وزن فعول، قبلها يا ده حرف من حروف الايه؟ النداء. مين اللي بياكل؟ الرجل. اكل من المال، يبقى المال مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه، عامل عشان قبله نداء ومنون ودل على الحال والاستقبال. جمله خمسه، رايت طفلا ضحوكا وجهه. صيغه المبالغه عندي ضحوك على وزن فعول، قبلها طفلا نكره، يبقى سبقها موصوف. استاذ ايه الفرق ما بين المبتدا والموصوف؟ الفرق بسيط جدا، صيغه المبالغه او اسم الفاعل لو جه قبلها اسم معرفه بدايه الجمله يبقى سبقها مبتدا. طب جه قبلها اسم نكره زي طفلا دي يبقى سبقها موصوف. يعني ايه موصوف؟ هي صيغه المبالغه نكره وقبلها حاجه اسم فيه نكره، يبقى بتصف اللي قبلها. وصفت الطفل ده ان هو ايه؟ ضحوك ومنون وقبليه موصوف، ده حال استقبال، يبقى عامل ضحوك وجهه، وجهه تبقى ايه؟ فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. عدا الجندي مقداما قلبه. مقدام على وزن مفعال، كيف عدا الجندي؟ مقدام اعربه حال. طب مين مقدام قلبه؟ الجندي. لو مقدام حال يبقى الجندي ده هو صاحب الايه؟ الحال. صاحب الحال شبه الموصوف، بس الموصوف بيبقى كلمه نكره، لكن صاحب الحال بيبقى لازم معرفه. فكلمة مقدام قبلها الجندي دي جملة فعلية عاد، يبقى معرفة، يبقى ده صاحب الحال. مقدام قلبه، قلبه يبقى هو اللي أقدم، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الضمة. شفنا مع بعض أسباب عمل اسم الفاعل قبل كده، والنهارده شفنا سبب عمل صيغة المبالغة. في عندي حاجة اسمها تكات وحركات. التكات والحركات دي بيلعب بيها في الامتحان، تعال اسمعها مني بقى كده وركز معايا فيها. لما اقول لك كده مثلا، ما حريص الطلاب على المذاكره بالامس. دي جمله رائعه وجميله، ويحط لك خط تحت كلمه الطلاب ويطلب من سعادتك اعربها. الطلاب دي لما تيجي تبص لها كده، ها قبلها حريص، حريص دي على وزن فعيل ومعاها ما نفي، يعني صيغه ايه؟ مبالغه. بس خلي بالك معاها كلمه مين؟ امس. امس دلت على زمن مين؟ الماضي. لما دلت على زمن الماضي تبقى دي غير عامله. غير عامله دي بقى اعربها مضاف اليه مجرور. مضاف اليه ماله؟ مجرور. طب بصوا الجمله دي تاني، الرجل الشكور ربه بالامس حاضر. الطالب المتسرع يقول لك شكور على وزن فعول، جميل لغايه دلوقتي.
في كلمة أمس دلت على زمن الماضي، يقول لك دي غير عاملة، ورب يقول لك مضاف إليه، أقول له أنت كده متسرع. حبيبي شكور فيها ألف ولام مقترنة بأل، يبقى عاملة من غير شروط. فاكر الجملة الأولى في اسم الفاعل؟ لما يكون اسم الفاعل في ألف ولام عامل من غير كلام، يضرب له تعظيم سلام. نفس الكلام عندي هنا، اسم الفاعل ولا صفة المبالغة المقترنة بأل عاملة من غير أي شروط، مش محتاج أي شرط عشان تكون عاملة. زي ما قلنا بتعمل بدون أي شروط، مش محتاج شرط، يحط لي أمس، يحط لي بكره، يحط لي بعد، يحط لي قبل السلسلة، مش فارق معايا عشان في ألف ولام. يبقى رب دي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة، والفاعل ضمير مستتر. خد بالك بقى الحته اللي هي دي، لما يقول لي جمله زي دي كده، ما نمن الرجل بالشر، ما نمن الرجل بالشر، ويجيب لي سعادتك هنا ضمتين وهنا ضمه واحده، ويقول لك اطلب منك اعراب الرجل. قلت له الاستاذ ده بيهزر معايا، ده الجملتين شبه بعض بالملي. شبه بعض بالملي، بس في فرق بسيط جدا. ايه الفرق البسيط؟ ان دي فيها ضمتين يبقى ده منونه، دي ضمه واحده يبقى غير منونه. اللي منون ده يا كتكوت عامل، الغير منون ده يا كتكوت غير عامل. الغير عامل بعد منه مضاف اليه مجرور، العامل نمام الرجل يبقى فاعل مرفوع. لو جاب لي اختيارات او طلب مني تشكيلها، احط هنا ضمه عشان فاعل مرفوع، واحط هنا كسره عشان مضاف اليه ماله مجرور. اديك شفت معايا تكاية وحركاية في أعمال صيغة الإيه؟ المبالغة. بص كمان لما يجيب لك جملة زي دي كده، هل معطاء الغني الفقير صدقة؟ حضرتك معطاء دي على وزن مفعل، قبلها هل، يبقى سبقها استفهام، يبقى عاملة عشان قبلها استفهام. مين اللي بيعطي؟ الغني. الغني ده ايه؟ فاعل، فاعل ماله مرفوع. اعطى من الفقير مفعول او مفعول به، اعطى له ايه؟ صدقة. ايه ده؟ مفعول به تاني. اذا عندي كم مفعول به؟ اتنين، يبقى اقول على الفقير مفعول به اول، وصدقة مفعول به تاني. ليه يا استاذ؟ لان المعطاء من الفعل اعطى الافعال بتنصب مفعولين، فاكرهم؟ افكرك انا بيهم، منح وهب اعطى، ها منح اعطى وهب كاس البس جعل، وعكسهم حرم منع سلب والبس. الافعال دي بتنصب مفعولين، لما يجيب لي حاجه منهم يبقى هاخد مفعول بيه اول ومفعول بيه ايه تاني. وكده نكون نهينا مع بعض الدرس الثالث من دروس المراجعه اعمال صيغه المبالغه، وان شاء الله نتقابل في الدرس الخامس ان شاء الله، ده الرابع، ونتقابل مع بعض في الدرس الخامس ان شاء الله.